أيها الإخوة في الله، إن واجب عظيم علينا أيها الإخوة، كل بقدر طاقته وبقدر علمه، أن يتقي الله في نفسه ويحاسبها، وينظر ماذا قدم للآخرة، ماذا عمل لإخوانه المسلمين، هل نصح لله ولعباده، هل جاهد في الله، هل دعا إلى الله، هل أمر بالمعروف، هل نهى عن منكر، هل جاهد نفسه لله، هل صدق قوله عمله وعمله قوله، أم كانت الأمور على خلاف ذلك، فليحاسب نفسه. والله يقول سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالمحاسبة لها شأن، التجار يحاسبون عمالهم وكتابهم وينظرون في حساباتهم كثيرا، يخشون أن يخسروا، فالحساب للنفس لئلا تخسرها وتذهب عليك، لئلا تهلك، أعظم وأكبر. فانظر يا عبد الله، الواجب النظر ماذا قدمت للآخرة، ماذا عملت فيما خلقت له، فإن كنت عملت أعمالا طيبة فلله الله، واسأل ربك الثبات واستقم حتى تلقى ربك حتى تموت، وإن كنت فردت ووضعت وقصرت فبادر بالتوبة، بادر بالإصلاح، والله يتوب على التائبين.